الله وحق مواليه. فقال البعض إن قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا المراد بهم اليهود الذين آمنوا بموسى والنصارى الذين آمنوا بعيسى وتوقفوا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، قال اتقوا الله وآمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم تضاعف لكم الأجور يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور مستل من كتاب الله، مستل من سنة رسول الله، إذ كتاب الله نور، إذ الله قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله أخبرناكم يا أهل الإيمان بالذي أخبرناكم به وأنزلنا النبوة على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم، أخبرناكم بالذي أخبرناكم به وأرسلنا محمدا رسولا. لئلا يعلم أهل الكتاب أن لا يقدرون على شيء من فضل الله، فكان أهل الكتاب من اليهود على وجه الخصوص يترقبون بعثة رسول منهم من بني إسرائيل تختم به الرسل، تختم به الرسالات، كانوا يتوقعون ذلك ويقولون للأوس والخزرج سيبعث رسول منا عن قريب نتبعه نقتلكم نحن وهو، قتل عاد وثمود. وهذا قوله تعالى وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وليس من ولد يعقوب ومن ذرية يعقوب كفروا برسول الله، فقيل لهم إن أرسلنا محمدا عليه الصلاة والسلام من ذرية إسماعيل لئلا يعلم، أي ليعلم، فاللام هنا للتأكيد ليست للنفي، كما قال تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، وهنا قال لئلا يعلم أي ليعلم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، ألا يقدرون على أمر النبوة، فليسوا هم الذين يرزقون الناس النبوة، إنما الذي يرزق بالنبوة وبالفضل هو الله سبحانه وتعالى. ألا يقدرون على شيء من فضل الله، فالفضل كله لله، يؤتي من يشاء ما شاء سبحانه وتعالى، فعال لما يريد يعطي هذا، وليس لك أن تعترض لماذا يا رب أعطيت هذا الشخص ولم تعطني، لماذا مننت على هذا الشخص بالنبوة ولم تمن علي، لماذا مننت على ذاك بالعلم والقرآن والصوت الحسن في التلاوة ولم تمن علي، لماذا مننت على هذا بالمال وحرمتني، لماذا مننت على هذا بالصحة ومنعتني. الفضل كله بيد الله. قال تعالى لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله، فالفضل كله بيد الله، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، يد الله ملأى سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه شيئا، أي لم ينقص ما في يمينه شيئا، فاسألوا الله من واسع فضله ولا تحسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله، بل اسأل الله لك مثل ما لهم وأفضل ما لهم، فبدلا من أن تتمنى زوال النعمة عن الآخرين اسأل الله يا أخي من فضله، بدلا من أن تتمنى زوال النعم عن إخوانك المسلمين ادعو الله لهم بالبركة، فملك يقول آمين ولك بمثل، واسأل الله ما تريد أنت. قال تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما، فاسألوا الله من فضله، فالفضل كله بيد الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، يؤتيه من يشاء،
فهو فعال لما يريد، ليس لي ولا لك أن نعترض. فلذلك قال العلماء: إن الحاسد الذي يحسد الناس معترض على قدر الله، لأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فإذا قلت: يا رب لماذا أعطيت هذا ومنعتني، فأنت معترض إذن على تدبير الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فاسألوه كل ما تريدون، وبين يدي سؤالكم توسلوا إليه، إذ الله قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فإذا رمتم شيئا من ربكم سبحانه وطلبتموه فقدموا توسلات كهذه التي بين أيدينا. يا رب الفضل كله بيديك، يا رب أنت تؤتي الفضل من تشاء، أنت ذو الفضل العظيم يا رب، أنت خير الرازقين، أنت كريم، أنت غني، أنت وهاب، خزائن كل شيء بيديك، منتهى الأمور كلها إليك. ثم تسأل الله كل ما تريد، فالفضل بيد الله. وقد قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نسأل الله أن يؤتينا وإياكم من واسع فضله، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.